السلام عليكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. اليوم عدنا مراجعة عامة للمواضيع الداخلة في امتحانات نصف السنة. وصلنا إلى الفصل الثاني الدرس الأول، الجمع مع إعادة تسمية التجميع الآحاد والعشرات. عدنا مثال، المثال الأول: استعمل حقائق الجمع والأنماط لأجد ناتج الجمع. أجمع العددان 30,000 زائد 50,000. استعمل حقائق الجمع والأنماط. نجمع العددان 30,000 زائد 50,000. عندنا العددان 3 و5 حقيقة جمع. 3 زائد 5 يساوي 8 حقيقة جمع. الحقائق الأساسية للجمع عندنا الرقم 3 والرقم 5. 3 زائد 5 يساوي 8. 30 زائد 50 يساوي 0 زائد 0 يساوي 0. 3 زائد 5 يساوي 8. 300 زائد 500 يساوي 0 زائد 0 0. 0 زائد 0 0. 3 زائد 5 يساوي 8. 3,000 زائد 5,000 يساوي 3 أصفار زائد 3 أصفار يساوي 3 أصفار. 3 زائد 5 حقيقة جمع يساوي 8. 8,000. 30,000 زائد 50,000 يساوي 4 أصفار زائد 4 أصفار يساوي 4 أصفار. 3 زائد 5 يساوي 8. 80,000. 30,000 زائد 50,000 يساوي 80,000. هاي الطريقة نسميها طريقة الأنماط، أو الجمع باستعمال حقائق الجمع والأنماط. عدنا صفحة 31، فقرة أتأكد. السؤال الأول: 3 زائد 4 يساوي 7 مئات. 4,000 زائد 6,000 يساوي 4 زائد 6 يساوي 10. نكتب 10,000. 12,000 زائد 6,000. 2 زائد 6 يساوي 8. 10,000 أو 10,000. وهكذا تلاميذي. عدنا موضوع جمع الأعداد ضمن الملايين، صفحة 33. عدنا 3 طرق للجمع. الطريقة الأولى: نستعمل جدول القيمة المكانية لنجمع الأعداد. والطريقة الثانية: نستعمل الصورة التحليلية. والطريقة الثالثة: نستعمل الجمع العمودي. طبعا الجمع العمودي مهم، الطريقة الثالثة مهمة، طريقة الجمع العمودي. نكتب العددان فوق بعضهما البعض: 12,345، 11,783. نجمع الآحاد مع الآحاد: 5 زائد 3 يساوي 8، 4 زائد 8 يساوي 12. 2 باليد 1، إعادة تسمية. 1 زائد 3 4، 4 زائد 7 يساوي 11. 1 باليد 1، إعادة تسمية. 1 زائد 2 يساوي 3، 3 زائد 1 يساوي 4، 1 زائد 1 يساوي 2. الناتج 24,128. عدنا موضوع تقدير نواتج الجمع، صفحة 36. طبعا هذا الموضوع مهم تلاميذ، موضوع تقدير نواتج الجمع موضوع مهم. الأمثلة: هناك خطوتان للحل بهذا الموضوع تلاميذي. قلنا الخطوة الأولى: أقرب كل عدد لأقرب ألف. هنا منطينا لأقرب ألف. والخطوة الثانية: أجمع العددان بعد التقريب. الخطوة الأولى: أقرب كل عدد لأقرب ألف. والخطوة الثانية: أجمع العددين بعد التقريب. يعني بالبداية نقرب العددان وبعدين نجمع العددان. العدد 243,560 زائد 426,405. أقرب العددان لأقرب ألف. أقرب العدد لأقرب ألف. آحاد عشرات مئات ألوف. أحدد الألوف وأشوف المئات.
المئات 5 من الأعداد الكريمة التي تعطي، إذن الثلاثة تصير 4، وصفر الآحاد والعشرات والمئات، باقي العدد ينزل كما هو 24. 244,000. العدد الثاني أيضا أقرب العدد لأقرب ألف، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. أحدد الألوف وأشوف المئات. المئات 4 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، إذن 6 تبقى كما هي، باقي العدد أيضا ينزل كما هو، وصفر الآحاد والعشرات والمئات. الخطوة الثانية أجمع العددان بعد التقريب، 3 أصفار زائد 3 أصفار يساوي 3 أصفار، 4 زائد 6 يساوي 10، 0 باليد 1، 1 زائد 4 يساوي 5، 5 زائد 2 يساوي 7، 2 زائد 4 يساوي 6، 67,000. 670,000. الناتج 670,000. عدنا اختبار الفصل الثاني، صفحة 44 وصفحة 45. تلاميذي قلنا الجمع العمودي مهم، استعمل الجمع العمودي وأجد ناتج الجمع، صفحة 45. السؤال التاسع، 13,452 + 28,605. نستعمل الجمع العمودي لإيجاد ناتج الجمع. نجمع الآحاد مع الآحاد، 2 زائد 5 يساوي 7، 5 زائد 0 يساوي 5، 4 زائد 6 يساوي 10، 0 باليد 1 إعادة تسمية، 1 زائد 3 يساوي 4، 4 زائد 8 يساوي 12، 2 باليد 1، 1 زائد 1 = 2، 2 زائد 2 يساوي 4، الناتج 42,057. سؤال رقم 12، أقدر ناتج الجمع بالتقريب لأقرب ألف. كلمة أقدر يعني تابع، يعني هذا السؤال تابع لموضوع تقدير نواتج الجمع. لأقرب ألف يعني نقرب العددان لأقرب ألف. أقدر ناتج الجمع. سؤال رقم 12، 65,220 + 12,851. الخطوة الأولى نقرب العددان لأقرب ألف، والخطوة الثانية نجمع العددان بعد التقريب. 65,220 أقرب العدد لأقرب ألف، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. أحدد الألوف وأشوف المئات. المئات 2 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، إذن 5 تبقى كما هي، 6 أيضا تبقى كما هي، وصفر الآحاد والعشرات والمئات. العدد الثاني، آحاد، عشرات، مئات، ألوف. أحدد الألوف وأشوف المئات. المئات 8 من الأعداد الكريمة التي تعطي، إذن 2 تصير 3، والواحد يبقى كما هو، وصفر الآحاد والعشرات والمئات. الخطوة الثانية أجمع العددان بعد التقريب، 3 أصفار زائد 3 أصفار يساوي 3 أصفار، 5 زائد 3 يساوي 8، 6 زائد 1 يساوي 7، 78,000.